لا صحابه عشان النهار السيشن معانا شرفنا ان يكون معانا النهارده الاستاذ الدكتور حسين الخميس استاذ الجراحه وهو يعرفهم بنفسه اكتر مني يعني الناس من الايمنت والناس البروفيشنالز قوي 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 سيشن يعني هتضحكوا عنها سنين لقدام بس عايزين بقى تركيز وعايزين مخ فايق كده وهتستمتعوا باجمل سيشن ممكن تسمعوه. صباح الخير يا جماعه. انا اسمي حسين خميس، انا استاذ جراحه ورعايه مركزه جراحيه. والسيشن اللي هنتكلم عليها النهارده انتوا الناس اوبستريشنز يو ديل ويز بليدنج مظبوط، فاحنا هناخد الوت اوف سابجكتس ان كونكشن للبليدنج اند هايبوفوليميك شوك. هنتكلم على الهايبوفوليميك شوك، البليدنج، البلاد ترانسفيوجن and also how to monitor a patient in shock. يعني ايه الثيرابي؟ ازاي ان احنا نمونيتور ا بيشنت؟ ايه الموداليتيز المختلفه من الاكسجين اللي احنا بنستخدمها؟ يعني ايه بي او2؟ يعني ايه اوكسجين ساتوريشن؟ يعني ايه ان يقول لك ان العيان ده من الشوك دخل في كذا 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 كومبليكيشنز اللي هتحصل حاجات دي كلها. المواضيع دي احنا بتديك ويك عشان نتكلم عليها، احنا هنقي منها الحاجات المهمه and هنركز اكتر على الموست كونتروفيرشال بوينتس اللي احنا بنختلف فيها واللي الناس بيبقى عندها شويه ايه لخبطه فيها. ف ابتدي الاول ان انا هتعرف على حضراتكم عشان اعرف كلكم كونسنتريشنز. تمام؟ دكتوره احنا مديحه علي الدين البليان أمين شعباني جزيل أحمد عبد النبي السراج العام أحمد عبد الجهد الكريم أحمد رفع عبد الله أمين سيد بليان أسامة الدين عاد الصمت سيد بن نبي دار السلام بس الجلال السراج العام أهلا وسهلا. بليز ستوب مي ات اني تايم انت عايز تسال فيه على سؤال. خلاص احنا انا اول تراي ان احنا يعني for the best use of time ان احنا ما نتكلمش على الحاجات اللي متفق عليها بقدر ما نتكلم على الحاجات اللي غير متفق عليها. خلاص؟ طيب نبتدي الاول باننا هنتكلم احنا عارفين ان احنا عندنا الشوك فيها انواع كتير مش كده؟ طيب لكن كلهم يشتركوا في حاجه واحده ايه هي؟ اتفضل. كل يعني لما نيجي نقول عيان شوك كل انواع الشوك تشترك في ايه؟ جميل. كلنا يعني بنبقى ايه عندنا حاجه بريدومينانت في الشوك هي اللي دايما بتجرنا عليها مش كده؟ بس انا النهارده عايز اقول ان كلمة شوك يعني inadequate tissue perfusion بس كده. inadequate tissue perfusion يعني في perfusion to the tissues وده يختلف عن الكارتيك اريست مش كده ولا لا؟ no perfusion لو السيركيليشن وقفت خالص يبقى اسمها ايه؟ no perfusion. لا احنا عندنا low perfusion state يعني عندنا في perfusion انما not enough for the needs of the tissue صح؟ يبقى دي اسمها شوك. تعالوا بقى هنشوف مع بعض هل كلمة هايبوتنشن دي اولويز بريزنت ولا لا؟ التاكي كارديا اللي الدكتور قال عليها حضرتك كل هايبوتنشن يبقى حد قال نو بلاد بريشر. تعالوا نشوف از ات اولويز هل كل انواع الشوك تشترك في الكلام ده؟ وهل كل الديجريز اوف شوك بهذا المنظر ولا لا؟ علشان هنعرف ان احنا ايه؟ احنا اتفقنا ان الاوبجيكتيف اوف ذيس ليكشر اننا نتكلم في الحاجات اللي بنلخبط فيها مش في الحاجات المتفق عليها. يعني الكومن بيكتشر بتاعت الشوك اللي هي بنسميها البروفاوند شوك دي ما حدش فينا هيختلف عليها، كل اللي انتوا قلتوه ده هو ده البروفاوند شوك. لكن تعالوا نشوف ان مش دايما كل هذه القصص موجوده. ماشي؟ ف ينتج عن ان احنا عندنا inadequate tissue perfusion ماشي اللي هو التعريف اللي احنا متفق عليه على الشوك انه inadequate tissue perfusion. احنا عايزين التيشو perfusion يعني السيركيليشن تروح للتيشوز عشان ايه؟ عشان هي شايله الاكسجين. عشان كده في حد قال الاكسجين هايبوكسيا مش كده؟ طيب
هو في اكسجين رايح لكن مش إناف، وبالتالي في انيروبيك ميتابوليزم شغال. طب ما الدكتوره هتقول لي طب وايه يعني مازال فل، ايه يعني الانيروبيك، يفرق ايه عن الايروبيك؟ يفرق الاتي: الطاقه التي تنتج عن حرق، الطاقه التي تنتج عن الحرق في عدم وجود الاكسجين هي 5% من الطاقه التي تنتج في وجود الاكسجين. يبقى في فرق ولا مفيش؟ يبقى انا الانرجي برودكشن in the absence of oxygen is only 5% من اللي بينتج في الكريب سايكل اللي هي في وجود الاكسجين. طب مهمه؟ طبعا مهمه. معنى كده ان وانت في شوك التيشوز مش شغاله، يا دوبك شغاله بلمبه جاز، مش شغاله بكهرباء. يعني معظم الميتابوليك بروسيسز بتبقى واقفه نظرا ان مفيش انرجي يطلع لها. ادي واحد. يا ريت كده وبس يا دكتور. ده اللي اخطر من كده، ان الانرجي برودكشن ينتج عنه في عدم وجود الاكسجين مواد ضاره بالسيركيليشن. يعني انت شغال بلمبه جاز بدل الكهرباء، يبقى الاضاءه ضعيفه دي اتفقنا عليها، واللي اسوأ من كده بتهبب الايه؟ الحيطه. مش كده ولا لا؟ لكن الكهرباء بتدي لك لمبه اضاءه قويه وايه؟ ونظيفه. طيب دي لو انت شغلتك شغل طول الليل على لمبه جاز هيحصل ايه؟ هيحصل ان الحيطه كلها هتتهبب لدرجه لا يمكن تنظيفها تاني. اما لو اشتغلت عليها لمده ساعه هيبقى شويه حته بتاع هتمسحها بحته بيضه كده وايه؟ وخلصت القصه، مش كده؟ اذا لو انت قعدت ان شوك فور ا لونج تايم يو ويل هاف تيشو دامج وممكن يبقى ايرفيرسبل وأورجن فيلير، تلاقي الكيدنيز حصل لك رينال شت داون، تلاقي اللنجز حصل لك حاجه اسمها اي ار دي اس، تلاقي الليفر، تلاقي الليفر انزيمز طلعت لالافات، وما خفي اعظم يعني ده اللي انت بتشوفه في المعمل. في الاورجنز الثانيه زي الانتستين والكولون والسبلانكنج سيركيليشن ديت اللي انت ما انت شايفها معمليا بيحصل فيها ايه، بهيليا بتيك ذا بيردن اكتر من التشيز اللي انت بتشوفها. يبقى انت مش معنى ان انت مش شايف، ممكن اقفل ده يا ريت كله عشان ما يعملش الموسيقى ده. بسم الله حضرتك بكل ده كده هيفتح تاني نعمل الموسيقى ده. لا دي جامد. ده مش هوا ده رياح ده رياح. اتفقنا يا جماعه؟ يبقى احنا دلوقتي اتفقنا ان مش بس احنا بالنسبه لنا مهم اننا نعرف ان الشوك وحشه، لا ان الديوريشن الشوك مهمه جدا لانها it will affect the organ survival. متفقين يا جماعه؟ زي ما اتفقنا stop me at any time you feel ان انت you lost الايه؟ التراك بتاعك. فانا طيب يبقى من سنه 1980 حتى الان اتغير مفهوم الشوك من ان هو كلمه هاي بوتنشن الى هو كلمه ايه؟ اللي هو تيشو برفيوجن واكسجين ديليفري وحش. اكسجين ديليفري وحش. ماشي؟ طيب تعالوا بقى نشوف الكلمتين اللي حضرتك كل دي بنتكلم عليها دلوقتي خالص. اتفقنا ان البروفاوند شوك متفقين عليها، العيان هايبوتنسيف والعيان عنده لو يورين اوت بوت والكونشسنس بتاعه وحش الى اخره الى اخره، مش كده؟ طب تعالوا نشوف الايرلي شوك اللي هي كل ما الدياجنوز ايرلي كل ما ايه؟ كل ما يبقى ما حصلش دامج للايه؟ هنعالج اسرع، فبالتالي مش هيحصل دامج للايه؟ للاورجنز. ده احنا الهدف بتاعنا. تعالوا نشوف نمسك البلاد بريشر. هل انا احنا اتفقنا دلوقتي احنا بناخد النقط اللي مش متفق عليها وليس النقط الايه؟ المتفق عليها. هل كل انواع الشوك معاها هايبوتنشن؟ The answer is no. فما نقدرش نقول ان تعريف الشوك هو هايبوتنشن. لان ادي لك امثله لشوك ستيت. ماشي اتفضل. انا شايف حكايه يعني كرسي مش عمليه قوي. لا عمليه ما هو الحل الوحيد. طيب تعالوا نشوف اكزامبلز للشوك وذاوت هايبوتنشن. اول حاجه هل احنا نعرف العيان ده اللي جاي لك في بيدي
او انتوا طبعا لسه يبقى العيانه اللي جايه لك في دي كان كام البلاد بريشر بتاعها قبل كده؟ ما يمكن واحد كان ضغطه هو هايبر تنسل وضغطه 170 يوم ما يجي لك بضغط 115 ده از بيج دروب ان بلاد بريشر ويل افكت تيشو ديفيوجن. مش معنى ان هو 115 انه هو ده نقطه. ده واحد. اثنين، دو وي نو ان ا هيلثي بيرسون، وانتوا كل الايدج جروب اللي بتستخدموا معاها في الاوبستريكس دول معظمهم هيلثي مش كده؟ ا هيلثي بيرسون كان مينتين هي سيستوليك بلاد بريشر ستيبل انتيل هي لوزز وان ثيرد اوف هيز بلاد فوليوم. انا قلت ايه بقى؟ دلوقتي بقول ان الشخص السليم اللي انتوا كل الايدج جروب بتاعكم شخص سليم ممكن يفقد تلت حجم دمه من غير ما ينزل السيستوليك بلاد بريشر. يبقى انا لو بستخدم السيستوليك بلاد بريشر از ان انديكيتور ان اذا ماست ان لوجود الشوك يبقى انا متاخر ولا مش متاخر؟ معناها ان انا اي لوست وان ثيرد اوف ذا بلاد فوليوم وانا مطمن وقاعد فاكر ان انا ايه؟ ان انا في السليم والعيان بيروح. مظبوط؟ طيب يبقى احنا البلاد بريشر الون داز نوت اكسكلود ان البيشنت في شوك. الاهم من البلاد بريشر هو البالس بريشر. ايه هو البالس بريشر؟ اللي هو بيقول لك لا ده ولا العيانه اللي بتجيلي هاو داز شي مينتين السيستوليك بلاد بريشر بتاعها او المين ارتيريال بلاد بريشر ازاي؟ بالفازو كونستريكشن اللي بيحصل نتيجه الستيموليشن اوف ذا سيمباثيتك سيستم. مظبوط؟ اعرف منين ان هي كومبنسيت يعني عندها كومبنساتوري ميكانيزم. اعرف منين ان هي ان البلاد بريشر دوت از باي كومبنساتوري ميكانيزم ولا ده نورمال؟ من البالس بريشر. ماشي يا جماعه؟ يبقى انا بفرق بينهم بالبالس بريشر. الاقي إن مثلا لو افترضنا ان الايدج جروب بتاعكم دوت ناخد كده على رقم سهل 120 على 80 اللي احنا كنا حافظينه. ماشي؟ اما الاقي ان العيان البلاد بريشر بتاعه 115 على 95 البلس بريشر الفرق ما بين السيستول والاسيستول شوفوا بقى ناره قد ايه؟ ده معناه ان في سيفير فازو كونستريكشن حصل في العيان علشان او العيان علشان يمنتين البلاد بريشر وده وانس you will exceed the blood volume loss اكتر من كده كل ده هيقع. هيقع وهيقع جدا. فاهمين يا جماعه؟ يبقى احنا البالس بريشر از ان ايرليير انديكيتور لل ان في عندك بريفرال سيركيولاتوري بروبلم قبل السيستوليك بلاد بريشر. معايا ديت ولا مش واضحه؟ واضحه. هاخد يبقى ده اسمه ايه؟ البالس بريشر. هاخد الهارت ريت من احسن الانديكيتورز للديجري اوف شوك واللوس اوف فوليوم هو البالس ريت تاكيكارديا. فبنقول حتى العيان اللي 110 غير ال 130 غير ال 160 مش كده ولا لا؟ غير ال 180 مش كده ولا لا يا جماعه؟ لكن هرجع يا دكتور سامي اقول لك على حاجه. نوت اول هايبو فوليميك شوك او نوت اول كايندز اوف شوك معاها تاكيكارديا. يعني كان a patient in shock have a normal pulse rate? Yes. Need the examples? Need the examples. افرض عيان هايبرتنسيف واحنا الشعب المصري كله هايبرتنسيف ولسه اللي مش عنده هايبرتنسيف هيجيب مش كده ولا لا؟ ايه اكتر دواء ارخص دواء بيستخدم في علاج الضغط؟ البيتا بلوكر. فمش نوت انيوجوال ولا حاجه غريبه ان نلاقي عيان بياخد بيتا بلوكر. البيتا بلوكرز will block the tachycardic response to hypovolemia. مفهوم اللي انا قلته؟ مفهوم يا دكتوره؟ The beta blocker will block the tachycardic response to loss of blood. ومفيش تاكيكارديا. لو العيان بياخد بيتا بلوكر. تمام؟ كويس؟ يبقى احنا كمان الاثلتس الناس الرياضيين لما يخروا ما بيزهقوش عندهم تاكيكارديا لان هو اساسا الهارت ريت بتاعه 50 فلما يبقى 70 هو ده بالنسبه له تاكيكارديا بس بالنسبه ليك انت ده نورمال صح ولا غلط؟ 72 و30 مش كده ولا لا؟ يبقى مش كل انواع
في الشوك معاها ايه؟ تاكيكارد. لو في سيفير بازو فيجال ستيميوليشن مش هيبقى عندك تاكيكارد. احيانا ان سيفير بين، احيانا لو في مثلا انجري في السباينال كورد، حادثه عربيه مثلا او حاجه، ممكن حادثه عربيه كويس، واحده حامل ممكن تلاقي الهارت ريت براديكارد عشان حصل ايه؟ ترانسكشن في السباينال كورد، والسباينال كورد ده خارج منه السيمباتيك فلو كله، بقى كده شلت السيمباتيك تون. طب لما اشيل السيمباتيك تون يبقى الفيجل تون هو اللي هيبقى الايه؟ دوميننت، او في دايركت ستيموليشن للفيجل زي الايه؟ السيفير بين، مش كده ولا لا؟ يوم العين يدخل في ايه؟ في شوك وذاوت ايه؟ تاكيكارد. سكين دايما احنا بنقول العيان اللي في هايبو، العيان اللي في شوك بيبقى كولد اند كلامي، مش دايما نقول تسمعوا الكلمه ديت؟ السكين كولد اند كلامي يا دكتور. كلامي يعني ايه؟ ها؟ مش سويتي انما مبلول. يعني في فرق ما بين سويتي وما بين كلمه كلامي، اللي هو تحس احكي لك عليه كده مبلول. ليه؟ ليه العيان بيبقى كده؟ لان السويت جلاندز العرق سبلاي بسيمباتيك فايبر، فبما ان مع البريدنج في اوفر ستيميوليشن للسيمباتيك فايبر فبيبقى فيه العيان ويت. مش كلمه ويت غلط، هي كلامي يعني ايه؟ بيلزق ده الايه؟ وكول. طب افرض ان دي سبتك شوك هيبقى كول، ممكن يبقى كول مش كده؟ افرض دي كارديوجينيك شوك مش ممكن العيان يبقى بدل ما يبقى بيل يبقى ايه؟ ميفوريك، يعني محمر. صح ولا غلط؟ مش دايما ان السكين ماشي مع الكوتشر بتاعك، بس انا بس هنا بس عشان ايه؟ توقفتوه مني، انا مش بقول ان ده الكومن، لا الكومن هو اللي انتوا عارفينه. انا عايز اقول لك ان عدم وجود واحده من اللي انت متعود عليهم does not rule out shock. اذا الايرلي شوك كويس تحتاج انك انت تبص لها كولكتيفلي عشان تشخصها، لان عيان عنده بيكشر اوف شوك بس الهارت ريت بتاعه 60 كان بيه شوك وكان بيه لوزنج بلاد، does not rule out ايه؟ فاهمين يا جماعه؟ ما نرجعش نقول ايه؟ بتروح حسين بيقول المفروض مع البيلينج ما فيش تاكيكارديا، لا انا بقول ان عدم وجود التاكيكارديا does not exclude البيلينج in the presence of a full blown picture of shock. فاهمين يا جماعه؟ عايز اقول ان العيان البلاد بريشر بتاعه 115 and he is in the compensatory phase of shock وخارر حوالي 700 سنتي دم. ممكن؟ خلاص فاهمين انا ايه اللي بقوله؟ مش بقول العكس يا دكتور. اخرجي من هنا تقول ان الدكتور حسين بيقول لا لا ما فيش حاجه اسمها تاكيكارد، ده هو عادي ان يبقى فيه تاكيكارد. انا احنا هنا بوست جراديوت. انا بقول لكم الانيوجوال برزنتيشن. مش بقول اليوجوال يا دكتور. خلاص؟ طيب. اليورين من احسن الحاجات اللي مش بس تقول انك عندك لو بيرفيوجن ستيت، كمان تمونيتور التريتمنت بتاعك افكتيف ولا مش افكتيف، هو الايه؟ اليورين قد ايه؟ عشان كده بقول لك اثر العيان وشوفه بير اور بيجيب كام، مش بير ايه؟ مش بير شيفت. ما تقوليش العيان جاب في الثمان ساعات اللي فاتت كذا، لا انا بقول لك جاب الساعه اللي فاتت كام. اليورين مونيتورنج اليورين از فيري امبورتنت. لو انا سالت هو دايما اليورين يبقى ماشي زي اللي بيحصل في الهيمودينامكس ولا بيتاخر عنه شويه؟ لا بيتاخر عنه شويه. وليها فيسيولوجيكال بيزس مش مكان اللي احنا بنقوله ده. المفروض يكون كامل. فندم؟ الشوك يعني المفروض يكون اقل من كامل. المفروض كويس انك انت لقيت العيان ده كان بيجيب جايب 60 سم في الساعه، لقيته دلوقتي بقى جايب 20، الساعه اللي بعدها جاب 10 سم في الساعه، بطل يجيب فول، يبقى انت ورثنج. اديت تريتمنت العيان اليوم اوتبوت بايه؟ بيترفع. انا عايزه يبقى ايه؟ عايزه يبقى 1 مل بالكي جي كويس بالاول.
انا عايزه يجيب 70 80 سنتي بول في الساعه او اكتر عشان اقول ان العيان ده اتصلح خالص. فولي ريسسيتيتد. السؤال بقى الاهم من اللي انت قلته لي هو كام؟ احنا كل عندنا حاجه في الطب في الكورس جرادويت هي مونيتور ذا بيشنت. انا لما اجي اقول لك انت تعرف منين العيان بيتحسن؟ ان هو مازال اونيجوريك بس ما بقاش انيوريك زي الاول. يبقى هو لسه كويس. محتاج فلوس زياده؟ اه محتاج فلوس زياده. يبقى احنا بنقارن بالساعه اللي قبليها. اللي عايز اقوله لك ان انت بنشوف في اليورين باك ده مش بتاع الهيمودينامكس اللي حصلت دلوقتي، بتاعت اللي حصلت دي شويه صغيره من حبه. فاهمين يا جماعه؟ مش تظهر عندك بعد شويه. اذا كان ممكن يعني نقفل الموبايل يبقى كتر خير. دكتور لو تقدر يعني اقول بورصه ياجلوا لغايه اقول لهم بعد ساعه كده ولا حاجه يكلموني. خلاص؟ فيبقى احنا اليورين اوتبوت فيري امبورتنت انديكيتور زي الهارت ريت، لكن اتس نوت سيمالتينيوس تو وات از هابينج ان ذا هيمودايناميكس. ماشي؟ طيب الريتابيليتي، العيان اللي في شوك بيبقى ريتابل علشان هايبوبرفيوجن للبرين. علشان يبقى ريتابل من الشوك لازم تبقى significant degree of shock. بحيث لان الجسم في الكومباساتوري ميكانيزم بيحاول يعمل ايه؟ ريديستريبيوت السيركيوليشن الايه؟ اللي عنده. يعني انت كان معاك 100 جنيه بقوا 50. تبتدي بقى تحط اولويات. لا انا ايجار البيت لازم هيدفع. فبتطلع ايجار البيت بره الموضوع رغم انك معكش مش كله بيبقى في نفس الدرجه. لكن تيجي على مش عارف على الكهرباء تقللها على مش عارف ايه كل الكلام ده ممكن ها؟ انما ما تقدرش تقدر. فهو الجسم بيعمل كده عنده سيركيوليشن ناقصه مش بينقصها لكل الاورجن زي بعضها، لا بيوزع اللي فاضل ومش بالعدل. يقول لك المخ ياخد القلب ياخد وتعالى على الغلبان اللي هو القولون والكبد والكدني والحاجات دي وياخد اقل والرئه والحاجات. فاهمين يا جماعه؟ يبقى شايفين عداله التوزيع؟ هو كده. هو بقى ما عندوش عداله توزيع، هو عنده برايورتي. انا بقول كده ليه؟ لان علشان يكون البرين بقى هايبو برفيوز يبقى انت السيركيوليشن بتاعتك وطيت قوي لدرجه ان حتى مع عدم عداله التوزيع بقت اولسو افكتيف. صح؟ طيب بس دو نوت فورجيت ان ذا بيشنت نيد بي اريتابل فور اذر كوزز ذان ان البرفيوجن وحش. ساتش از لا البين مالو ومال البرفيوجن بتاع البرين مش ده السبب. مثلا انه هايبوكسيك. هايبوكسيك علشان في اير واي اوبستراكشن. فهنا الاكسجين قليل والعين للبرين وعشان كده عنده ريتابيلتي حتى لو السيركيوليشن نص ونص. زاد عليها دكتور سامي ان هو ايه؟ انه مش بس ان السيركيوليشن وحشه وايضا الاكسجين كارج بتاع السيركيوليشن مش موجود. فاهمين؟ اير واي اوبستراكشن. البيشنت فوميتد اثناء الولاده وحصل لها اسبيريشن نيمونيا مندلسون سيندروم. ماشي؟ هنا بقى العيانه الاريتابيلتي قد يكون ليها دخل بالشوك لكن الميجور بروبلم فيها ايه؟ بيور هايبوكسيا. صح؟ يبقى لما تيجي تقول العيان الريتابول ديو تو شوك يبقى دي سيفير شوك. لكن دو نوت فورجيت ان في اذر فاكتورز ممكن تكون هي اللي كونتريبيوتنج تو ذا ديجري اوف اريتابيلتي. اشهرهم الهايبوكسيا. قاعده عامه لما نيجي نقول البرين الدمج بتاعه جه منين؟ فكر في 3 اتش. 3 اتشز. هايبوكسيا. هايبوفوليميا اند هيد اريتابيلتي. ماشي يا جماعه؟ انت بتفكر البرين ده مشكلتك ايه؟ عنده يو هاف ا بروبلم وذ ذا برين وذ ديفيوجن. خلاص؟ واي؟ عندك ثلاث حاجات. مين يعني مش هما مش ثلاثه فقط بس اهم ثلاث حاجات هما ايه؟ ثلاثه اتشات. 3 اتشز. ايه؟ هايبوفولين ما فيش سيركيوليشن للبرين. هايبوكس يا دكتوره ما فيش اكسجين بغض النظر السيركيوليشن كويسه ولا لا. الثالثه الهيد انجري. خلاص؟ من ناحيه كونتو قابل سيركيوليشن. تعالى طبق الحاجات اللي مش فيها بريدنج يعمل طب كونفالجن انت عندك الاكلامسيا والحاجات دي اثناء الكونفالجن ذير از سيفير هايبوكسيا تو ذا برين. صح؟ ها؟
يبقى عشان كده عشان كده بيبقى في برين انسرت ساعات العيال ما يفوقوش بعد حتى الايه الكونفالجنس من كتر ما هي ايه كل ما تقعد بلس لونج بتبقى ستيتس كل ما يبقى ايه ستيتس يعني من تاني ها كل ما يبقى فيه سيفير انجري معايا يا جماعه خلاص الهيموجلوبين والهيماتوكريت جرت العاده يا دكتوره ان احنا بنقوم واخدين الهيموجلوبين ونلاقي الهيموجلوبين 11 جرام لا العنق از نوت بليد لا احنا عايزين نقول ان الهيموجلوبين لما بيتاخد ايرلي في اثناء البليدنج والنوت ريفلكت ذا ديجري اوف بليد يعني بيبقى فول ستوب ماشي ازاي احنا دلوقتي واحده بتخر دم بتخر يا دكتوره ار بي سيز بس ولا ار بي سيز وبلازما مع بعض يعني لما البلاد فيسل بيتفتح كل اللي فيه بيقع ولا بينقي كله بيقع فزي ما بيقع زي ما بيقع الهيموجلوبين كرات الدم الحمراء زي ما بتقع معاها البلازما فالهيماتوكريت ما تتغيرش في الاول ولما اجي اقيس الهيموجلوبين الهيموجلوبين انت بتقيس ايه؟ كام جرام بير سنتي بير 100 سي سي اوف بلاد مش كده؟ هو عدد ال 100 سي سي هي اللي قلت مش كام جرام بير سي سي هو اللي قلت صح؟ فلذلك بيتكلموا مفيش بيج تشينج في الهيموجلوبين والهيماتوكريت لما انت تيجي ايه؟ احنا القاعده بتقول ايه؟ حط كانيلا وخد سبيس من اوبلاد مش كده؟ العيان ده خرج؟ اه دي خرج يا عم طشت دم كده دلعها ما شايفها لكن انا طالع لي الهيموجلوبين 11 ابقى انا اكذب الدم اللي انا شايفه دوت واصدق الهيموجلوبين الهيموجلوبين ده لسه ما وقعش امتى هيحصل هيقع لما يحصل ايه الجسم هيعمل ايه نعم بيعوض البلازما اسرع اكتر من ده هو ده مش اسرع ده سولي يعني ايه دلوقتي الرياكشن بتاع الجسم هيعمل ايه الرياكشن بتاع الجسم هيعمل ايه هينقل هيجيب برافو عليك هيجيب الانترستيشن فلويد يدخلها جوه السيستم عشان يكوركت الهايبوفوليميا لكن هيجيب ار بي سي دي فتلاقي ابتدى يصلح الفوليوم لكن ما صلحش الايه ما صلحش الهيموجلوبين فيبان الترو هيموجلوبين لما القصه دي ايه تخلص القصه دي تاخد لها ايه ميني اورز انما لو انا بدي اي فيوز فانا بصلح البتاع في 10 دقائق صلحت الفوليوم لكن صلحت الار بي سي فيبان الترو هيموجلوبين يبقى يو كان نيفر جادج ان الهيموجلوبين ده از ريبريزنتيف of the true status of the patient except in a normal volemic patient. اوكي يا دكتور انا قلت ايه دلوقتي؟ You have انك ما تدون جادج ان الهيموجلوبين ده دوت يعبر عن الحقيقه ولا لا except when the patient is normal volemic. الاول اصلح الفوليوم ثم اعرف الهيموجلوبين ده صحيح ولا لا. معايا؟ اوكي يا جماعه؟ طيب يبقى كده هنطلع نقول ايه؟ الدكتور بيقول ما نعملش هيموجلوبين وهيماتوكريت. بعملهم بس لما انا قلت انا قلت الانتربريتيشن بتاعت الرصاص لما تطلع ابقى انا عارف العيان ده خرج ولسه ما خدش اي ديفيوز لسه ما صلحتوش انا بقول فاللي انا شايفه ده اكتر بكتير من الحقيقه ده اللي انا بقوله ها انا قلت يا دكتوره ما نعملش مجنون وما تقولش وما طلعت قلت كده دلوقتي اه هتطلعي تقولي كده ليه؟ مش هتقولي كده ماشي؟ اتفقنا؟ خلاص؟ طيب يبقى احنا as post graduates ليس الهدف من هذه السلايد ان انا اناقش اندر جراد لا احنا اتفقنا على احنا هنتكلم عليها دكتور على الكونتروفيرشال بوينتس ديبيتبل بوينتس احنا وير دو وي ميك ميستيكس بنقع في ايه؟ بنقع في نقط صح؟ امال بشخص الشك ازاي؟ على بعضها مفيش سنجل ساين اقول منه ان العيان ده في شوك او مش في شوك لازم اخده على بعض فانا يبقى حكايه ان انا اشخص بالتليفون على حسب ما النايب بيقول ما ينفعش لازم اشوف العيان انت بصيت العيان ده شوك 100% بلاد بريشر كام؟ 115 رجع 120 الهارت ريت بتاعه كام؟ 70 يا ابني ده ما فيش حاجه روحها مش كده؟ لو بصيت على العين لا يمكن تكون كده
يبقى تشخيص، تشخيص التليفونات ليس، ليس ايه؟ طيب تعالوا بص على الفيري امبورتنت سلايد ديت يا جماعه. انا منقي السلايدز اللي احنا بنغلط فيها، مش السلايدز اللي احنا متفقين عليها. دي اسمها الكلاسز اوف ثوت. اعرف منين ان العيان ده خر قد ايه؟ فروم ذا كلينيكال بيكتشر. هل هناك وسيله يا دكتور احمد هل هناك وسيله انك تقدر تقول العيان ده فقد لتر ولا اثنين ولا ثلاثه؟ بين انك تشوفه كده بعينك سي بي دي بريشر، نيجي للسي بي دي بعدين. هل هناك وسيله تعرف حقيقه باي اوبزرفينج ذا بلاد لوس ممكن يبقى فيري ديسيفنج؟ لو انا قلت ايه؟ تقول لي والله دي خرج احيانا، احيانا العينة تقول لك انا خرجت مليت حفاظتين ثلاثه كده، فانا اقدر استيميت. طب احيانا يبقى كونسيلد هيموريج، ما اناش عارف خرج جوه قد ايه، صح؟ جنرال هيموريج، ما اناش عارف خرج قد ايه، مش كده ولا لا؟ واحنا مثلا عندنا في الجراحه ممكن يبقى بلفس، يعني فراكشر بلفس وكل البليدنج جوه، فاحنا شايف فين؟ ما اناش عارف فين خالص، خلاص؟ بنعرف منين العيان خرج قد ايه؟ بنعرف من الكلينيكال بيكشر اللي احنا هنقولها دلوقتي. احنا عندنا فور كلاسز اوف شوك. هاخد لك اهم يا دكتور سامي اهم ساينس فيه عشان ما نوسعش ونسيق الايه القعده، يبقى دي حاجات سهله شويه. لو فقد لغايه 15% اوف هيز بلاد فوليوم السيركيشن قد ايه يا جماعه؟ السيركيشن فيها قد ايه؟ 4.5 جميل، قول 4.5، قول 5 لتر عشان سهوله الايه؟ اللي ده يبقى لو 15% منها فوق يعني 750 سم. لو من 750 الى 1500 بقى اسمها كلاس 2. كلاس 3 من لغايه 2 لتر. فوق ال 2 لتر بقى اسمها فوق ال 40% بقى اسمها كلاس 4. هنشوفهم، ده الكلام ده انا ما اعرفوش. هشوفه ازاي؟ انا مش هعرفهم دول قد ايه؟ هعرفه كالاتي. فاكرين الجمله اللي قلتها من شويه صغيره؟ ان هيلثي بيرسون كان منتين this is solid blood pressure until he loses one third يعني 30% of his blood volume. فاكرين الجمله اللي انا قلتها دلوقتي دي؟ كلاس 1 وكلاس 2، كلاس 1 and كلاس 2 اللي هو لغايه لما افقد حوالي 1500 سم بلاد، البلاد بريشر السيستوليك بلاد بريشر تقريبا ثابت. ده اللي اسمه البروكتين. يبقى لما انا اجي اقيس العيان الاقي البلاد بريشر 80 يبقى ديفنتلي هي لوست، هو في كلاس 3 وطالع، صح يا جماعه؟ اذا لغايه كلاس 2 1500 سم بيبقى العيان مينتيننج السيستوليك بلاد بريشر تقريبا، ماشي؟ كلاس 3 ذير از ا ديفنت دروب ان ذا بلاد بريشر، مش ممكن يفقد اكتر من كده ويقدر يحافظ على بلاد بريشر، ماشي؟ ان كلاس 4 دكتور يو كان هاردلي ميجر ذا بلاد بريشر. هاردلي يعني ايه؟ يعني بصعوبه شديده. مش انا بلاد بريشر. دكتورات انا قلت ايه؟ خلاص لما لغايه ما افقد 30% من هيز بلاد فوليوم يقدر هيلثي بيرسون يمينتين سيستوليك. بس هيبقى عنده نار وفالس بريشر وتاكي كارديا والقصص دي، كومبنساتور ميكانيزم تقدر تحافظ على الايه؟ على السيستوليك. معايا يا دكتوره؟ اما اجي الاقي اقيس البلاد بريشر ولا اقيس 60 يبقى ديفنتلي هو عدى ال 30%، بقينا في كلاس 3 اور اباف، صح؟ في كلاس 4 يا دكتوره يو كانوت ميجر ذا بلاد بريشر. لما بقول يو هاردلي يعني التعبير الانجليزي المور مهذب عن كلمه نيفر، هو ما فيش حاجه اسمها نيفر، في حاجه اسمها يو كان هاردلي ميجر ذا بلاد بريشر ديفيكولت. لو حد ارتدي الرنج تقدر خلاص؟ ماشي يا جماعه؟ طيب اهم او از امبورتنت از السلايد اللي انا قلتها دلوقتي، انا اقدر اعرف ما دام العيان جاي لي وذا بلاد بريشر 60 برو، هو انا قبل كده كان البلاد بريشر بتاعه 120 يبقى ديفنتلي لوست ا لوت اوف بلاد. ماشي؟ بصوا الجمله دي progression is not necessarily gradual، يعني مش شرط ان انا اقعد ابقى وانا بتفرج على العيان والاقيه بينقص بالتدريج وبيخش من كلاس 1 لكلاس 2 لكلاس 3. احيانا الدروب يبقى سو
رابد. رابد. بحيث انه هي خاصه in the extremes of age. العيانين very old, very young اللي هم نيونيس وكده ما عندهمش الكومباسات والميكانيزم اللي تخليه يمشي بيه حبه حبه, بيقع مره واحده. ويمكن منكم الناس القدام شافوا حالات العيان بيتكلم فيها يخرج بره الاوضه يرد على التليفون يرجع الى العيان مات مش لسه بي ايه مش بيفرفر مات خلاص. ادي الجمله دي اللي بقولها. ماشي يا جماعه؟ اي شوك بتحصل نتيجه احد الثلاثه ميكانيزمز اللي انت شايفهم دلوقتي قدامك. احنا السيركوليشن دي كلها عباره عن مضخه اسمها القلب طم. عشان المضخه تضخ ميه للادوار كلها اللي هو التيشوز بتاع الجسم يعني الترك, لازم يكون محبس الميه مفتوح اساسا كده ولا لا؟ اذا الميه مقطوعه من العمومي وانت عندك مكنه كالبيده ثلاثه حصان هتطلع لك ميه ازاي؟ ما تطلعلكش. يبقى القلب ده لو 100 100 والميه مقطوعه ولا له قيمه, يبقى ده اسمه البري لود. اسمه ايه يا دكتور باسم؟ البري لود. يبقى البري لود هو ان الميه موجوده الاول. البري لود يبقى انت اول كوز للشوك and the most common وان يور براكتس ذا موست امبورتنت هو ان مفيش بريلود. ماشي؟ ثم الدكتور ثاني ان المكنه الكلبيه ده تكون شغاله خلاص. ده البامب وده جروب اوف بيشنتس مش دايما بتشوفوه انتوا, ان هو المشكله في المكنه اللي هو الناس اللي عندهم كارديوميوباثي ومايوكارديال انفاركشن والخ الخ الخ. بس احيانا تشوفوا الجروب الثالث ان الميه موجوده والمكنه شغاله وفي انسداد في المواسير خلاص, زي برونكو امبوليزم. ماشي؟ زي امبولاي, زي التنشن ميموتور, زي الكارديك تمبونات. ده مش مسألة إن مفيش مية, لا الدنيا مسدود. فاهمين يا جماعة؟ هديكوا إكزامبل بكل واحدة فيها. وأخشى إن إحنا لو طولنا كل واحدة إن أنا مش هلحق أقول حاجات مهمة جدا بعد كده. فهاخد حتة حتة كده ها؟ أول واحدة البريلود. ذا موست امبورتنت. يبقى أنا لازم يكون في مية. لازم يبقى فيه فوليوم خلاص. ليه؟ الفوليوم بس ده بيملى الهارت, ولما يملى الهارت يستريتش المسل فايبرز فالكارديك اوتبوت يبقى قوي. ده اللي اسمه الستارلينجز لو. ايه هو الستارلينجز لو؟ هو قانون النبله. حد يعرفش النبله؟ الزجاج مشهوره بالنبله ولا لا؟ نبله يعني لما تشد النبله كده تقوم ترمي على بعيد صح؟ ماشي؟ هو قال لك ده اسمه ستارلينجز لو. لما تيجي تملى الهارت فالماسل فايبرز تستريتش فالهارت يقوم رامي على بعيد, ده اللي اسمه ستارلينجز لو. بس جه في الاخر وقال لي ايه؟ ويذين ليميتس. يعني لو شديت زياده عن اللزوم هيتقطع النبله خلاص. عشان كده ما ينفعش اقعد املى الهارت الى ما لا نهايه. لكن لو نوع النبله كويس بتستخدم تقدر انك انت تمليها لدرجه كبيره جدا. اما لو هي مهترئه وقديمه يعني عندها اساسا اولد ايج او كارديوميوباثي, عشان الدكتور باسم لما قال لي سي بي ده انا هرجع له دلوقتي وهقول له قد ايه, هرجع لك النقطه دي مش انا ما طنشتهاش, انا هرجع لك فيها دي خلاص. قد ايه؟ يبقى انت عندك قلب واحده عندها 20 سنه وجالك بانتي بارتر, ده نبله جديده لانجا. املى خايف من ايه؟
مش هتتقطع. انما اما تجيب لي ليبل بتاع جدك كويس وتقول لي هشدها زي ما كنت بشد النبله بتاعت اللي عندها 20 سنه هتتقطع مني. ده هنا يميد سيفيك. انما في ال 20 سنه يدونت ميد سيفيك. فاهم يا دكتور سامي انا بقول ايه؟ انا هرجع لك دكتور باسم. تمام. يبقى نوع النبله ان ذا ايدج جروب اللي انت لكن انت بقى والله عندك كارديك ديزيز وست بريجنسي مش ده اليوجوال. ده يس يو شود ستريتش النبله اندر سي في تي كنترول. لان عندي روماتيك هارت وكارديومايوباسي الجلودك دي ما اقدرش اديها الفلو ريسسيتيشن عميان. ما ينفعش عميان يا جماعه في الحاله ديت. انما جايالي تقول لي انا مش هدي فلوس غير لما اقيس السي في بي في واحده جامد بيه وعندها 20 سنه ما عندهاش كارديك ديزيز. لا يا دكتور باسم. فاهمين يا جماعه؟ هنا ممكن بس غلطان. انت يعني بالذات دكتور ماشي يا جماعه؟ طب واتفقنا يعني ايه بامب واتفقنا يعني ايه اوبستراكشن. انا هدي لك مثال اخر. الترمب امبليزما عندك اوبستراكشن. البامب كويس، الفوليوم كويس وفي الدنيا مزوله، المواسير مزوله. ايضا ما بيحصل في الكارديك تيمبونات والتنشن والفوركس بس انتم مش عارف يعني انتم ممكن تشوفوه ممكن تشوفوه. انا شفت عيان محطوط له سنترال لاين زي ما الدكتور باسم بيقول خلاص وبعدين دخلت تعمل سيزيريا قبل ستريكت بليدنج ماشي. العانه دخلت في تنشن نيموفورس كان عندها خرم صغير مكان الايه؟ مكان الايه؟ مكان السي تي في كومان ولا مش كومان؟ فيري كومان بالذات انا شفت بيشنت لان الفين صغير وكلابس فممكن قوي اعور الفلوس. عشان كده انا هرجع لك وهقول هكرهك في السنترال لاين دلوقتي احنا بنتكلم وبعدين هرجع احبدك فيه واقول لك وين ات از فيري امبورتنت ماشي؟ يبقى مش مساله كده. اي حاجه في الطب از ا ريسك بينفيت ريشيو. هتحط حاجه انفيزيف يبقى لها ريسك. فانت يا اما حاططها فور ذا رايت انديكيشن تاخد ريسك ان نيسيسري. اما اخد ريسك جاستيفايد مفيش مشاكل. فاهمين يا جماعه الجمله اللي انا قلتها؟ طيب. انا عندها نيموثوراك صغير خالص. لو ما كانتش داخله عمليات ولا حاجه كان ثاني يوم هتقتله خلاص. لكن because she is under anesthesia و under mechanical ventilation positive pressure فالنيموثوركس تحول الى tension نيموثوركس. فاهم يا دكتور يعني ايه؟ يعني ايه tension نيموثوركس؟ يعني الاير اللي موجود في الكلور عمال يكسباند وبقى اكتر من الاتموسفيريك بريشر فاللنج بقت completely collapsed. يا ريت كده بتتنفس بالناحيه الثانيه يا ريت كده. تنشن الموتوركس واي داز ات كيل واميديتلي واي داز ات كيل اميديتلي عن النيموتوركس العادي لان دي اوبستراكت شوك. لما يبقى عندك بوزيتيف بريشر في الثوركس ذير ويل بي نو فينس ريتيرن تو ذا هارت. فاهم انا قصدي ايه؟ ازاي يا دكتور صح معايا؟ واللي عايز يا جماعه يطلع يغسل وشه ويرجع وكلام من ده انا ما عنديش اي مشاكل يعني دو ذات مفيش مشكله يعني اذا حبيت يعني ها. افرض يا دكتور سامي انك عندك ازاي الدم بيرجع للقلب اثناء التنفس دي احنا يعني ناخد ريسبيريشن فبيبقى في نيجاتيف بريشر يسحب الدم من السبيريتوري فينا كده فيملى الفرد. طب لو مفيش نيجاتيف بريشر اثناء الريسبيريشن زي في الحالات ديت الفيروس التيرمي قليل جدا ولا لا؟ وبدل ما فيش فيروس التيرمي الهارت يعني القاعده بتقول ايه؟ ان امتي هارت والنوت فاضي قلب فاضي المكنه فاضيه مش هتطلع لك ميه ماشي؟ يبقى ايه؟ العيان بيدخل فوق ده اسمه اوبستراكت الشوك بكل بسيطه البريشر عشان كده التريتمنت بتاعها ايه؟ ان انا ايميديت قبل تشيست تيوب لو استنيت لغايه تشيست تيوب ممكن نص العين يموتوا. احط اخرم العيان افسي العيان وانس فسيت العيان اللنج ونوت اكسباند لكن البريشر هيبقى مش بوزيتيف هيبقى اتموسفيريك.
فالفينوس السيستم يرجع فالشوك تروح والعين يتنفس بالناحيه الثانيه فاهم؟ والفينوس والكارديك ابروتش يصلح لكن ما صلحتش الكولابس لانج عايز لسه تشيست تيوب بعدها لكن ذا بيشنت ويل سرفايف. عشان كده بقول لك if you diagnose a tension pneumothorax you must put a needle in the chest to equalize the pressure مش عشان تفرد اللنج عشان تصلح الشوك على بال ما تحضر تشيست تيوب. تشيست تيوب وانا راجل بتاع انتنسيف كير ويل تيك 15 مينتس تو انسيرت ده ان ابول سنتر 15 مينتس تقريبا مش كده ولا لا قبل ما احضر الاندروتر سيرو لا 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 ها 15 مينتس على عيان في تنشن هيموثوراكس كود بي ليثال فيتال ماشي الاول اخرم العيان وحط تشيست تيوب بعدها في 15 دقيقه فاهمين يا جماعه يو ويل سيف هيز لايف. انتوا ما بتشوفوش حاجات كتير بس احنا انا شفت عيانين ماتوا بيكوز بالسيناريو اللي انا بحكي لكم عليه وبتاع الانسيزيا كان كل ما جاء يجي يلاقي العام مور ساينوزيوم يدي مور امبوباج مور بريشر فاهمين يا جماعه؟ عشان فاكر ان الهيبوكسيا يدي اكتر فالبريشر يزيد اكتر طبعا فالكولابس يبقى اكتر والفينس يزيد يقل اكتر فالشوك تزيد until the patient died on the table and it was tension pneumothorax ماشي؟ اوكي؟ طيب نيجي بقى الكوباسيتي يا دكتور يعني دكتور اشرف بص بقى دكتور اشرف بعزك يا دكتور اتفضل هو المشكله ازاي انا اشخص التيشن اللي شفت اول شفت فيها ثلاث حاجات ثلاث حاجات نو اكس ريز والاكس راي از نوت بارت اوف لان اف يو ويت فور ان اكس راي از تو ليت ماشي شخص بتريات واحد نو اير انتري على وان سايد اوف ذا تشيست نمرة اثنين نو بلاد بريشر بيشنت الشغل نمرة ثلاثة كونجستد بريز لان انا ما قلتش كده يا دكتور اشرف ما قلتش كونجستد نيك بينز هتقول لي ما هو جايز يكون نيموثوركس عادي بس معاه رابشر سبين مثلا هايبوفوليميك شوك عشان كده لا انا بقول لك ده مش هايبوفوليميك ده كونجستد نيكفيس ده كونجستد نيكفيس نوت هايبوفوليميك بالعكس ده مش عارفين يخشوا ده الدم من هو واقف هنا ومش عارف يدخل جوه الثوركس كونجستد نيكفيس شوك نو اير انتري على وان سايد اوف ذا تشيست ذيس از تنشن نيموثوركس نو اذر دايجنوزس نو اذر دايجنوزس يو ماست رياكت على الكريات ده دونت ويت فور ان اكس راي اتفقنا؟ وانا خلاص مش هدخل في الكاتب تليفونات وكده عشان بس ما ايه ما نوسعش الامور شويه كانت هابن يور بيشنت يسيب كام بس مش وقت بقى خلاص انا هدخل على المور كومن بيكتشر اوكي يا دكتور هدخل دلوقتي للدكتور اشرف على الموست كومن ميكانيزم وشوك اللي هو بيشوفه اللي هي الهايبو فوليميك لازم يا دكتور اشرف ان احنا عارفين اللي انا هقوله دلوقتي ان الهايبوفوليميا قد تكون فو هايبوفوليميا وقد تكون حاجه اسمها ريلاتيف هايبوفوليميا والاثنين ار از كومن از ايتش اذر احنا مش في دماغنا خالص الجروب الثاني اللي انا هقوله دلوقتي واحنا اتفقنا يا دكتوره قلنا الهدف من المحاضره ايه؟ من الحاجات اللي ما بنعرفهاش مش من الحاجات اللي احنا عارفينها الترو هايبوفوليميا انتي بارتم هيموريج دم خرج بره السيركيليشن بوست بارتم هيموريج حتى رابشر يوترس وكونسيلد هيموريج ومش عارف ايه كل ده از ترو لانه خرج بره السيركيليشن رغم ان انا مش شايفه بعيني بس كونسيلد هيموريج وكل حاجه هو جوه اليوترس ها وانا ما شفتوش من بره لكن ده ترو امال ايه الريلاتيف؟ اقول لك انا بقى الريلاتيف شكلي هقول للدكتور اشرف هديله مثال بس عشان نفهمها مع بعض كده بالايه؟ بالبلدي قوي. دلوقتي يا دكتور اشرف لو انا اديت لحضرتك كوبايه ميه وقلت لك قلب لي فيها معلقه سكر تقدر ولا ما تقدرش؟ تقدر. طب قلنا للدكتور اشرف خد كوبايه الميه وحطها في طشه كبيره قد كده. قلب لي فيه معلقه سكر يقدر؟ ما يقدرش مع ان نفس كميه الميه هي نفس كميه الميه والمعلقه هي المعلقه ودكتور اشرف ودكتور اشرف
يقدر يقلب الميه وهي في الكوبايه، يقدر يقلبها وهي في الطشت، لانها هتبقى ايه؟ ستاجنانت، يعني مفروش، ما تتقلبش. يعني ايه ما تتقلبش؟ يعني ده نص سيركليت. يعني ايه ده نص سيركليت؟ يعني ده نص ريتيرن تو ذا هارت. يبقى انا لو الدوره الدمويه، افهمني يا دكتوره معايا، معلش انا عارف ان سايبه الحاجات على النار قبل ما تيجي، خدي بالك بس، يعني لسه الطريق ما لسه. احنا لو احنا جبنا بس نفس الاماونت اوف فلويد اللي في السيركيليشن، ما قلتش، لكن كبرنا السيركيليشن، فبدل ما هي كوبايه بقت طشت في السيركيليشن، ذا بلاد ويل نوت سيركيليت، هيبقى حصل له ستاجنيشن. فاهمين؟ حصل له ستاجنيشن. يعني ايه ستاجنيشن؟ يعني ويل نوت سيركيليت، يعني ويل نوت جو باك تو ذا هارت، ما بيلفش. ده ما راحش الهارت، الهارت هيبامب ايه؟ نفسي. يبقى الان في شوك ولا مش في شوك؟ في شوك، اكنه فقد الفلويد، لكن هو از ترون هو فقد ال، امال ايه اللي حصل؟ السيركيشن هي اللي كبرت، مش الفوليوم هو اللي نقص. وعشرة معايا ولا ما انتش مصدقني؟ انا هجيبها لك وعم اجيب لك قصه وهوريك مش هتعرف تعملها يعني، خلاص؟ معايا؟ طيب دي اسمها ايه؟ ريلاتيف هايبوكريت. طب دي بتحصل في الحياه العمليه ازاي؟ امتى السيركيليشن بتبقى بتوصل لهذا للمرحله دي؟ بتحصل كتير. سيبتيك شوك. ايه اللي بيحصل في السيبتيك شوك؟ هل العيان بيخرج دم؟ عم ما بيخرجش دم؟ امال ايه اللي بيحصل دكتور اشرف؟ يعني بيتحول لطشت، السيركيليشن بيتحول لطشت. يحصل في الانافيلاكسس. لما في دبور يقرصك، لا بعد شر عليك يا دكتور اشرف. ها؟ يعني دبور يقرص اي حد بيخرج؟ ما بيخرجش. بيدخل في شوك ولا لا؟ من الايه؟ من الكيميكالز، فبتبوظ الفازو موتور تون بتاع السيركيليشن، فتتحول لطشت من عند داخل في شوك. ترانسكشن اوف ذا سباينال كورد زي ما قلت لكم، سباينال انيسيزيا. عيان في سباينال انيسيزيا، فكل السيمبثيتيك فلو بارلايز. يوم السيركيليشن تبقى كل جفر، يعني ما بتتحكم فيها بايه؟ بالباراسيمبثيتيك، يوم صلاح قصدي بالباراسيمبثيتيك. يوم ايه؟ كل السيركيليشن واقع. مظبوط؟ السيركيليشن وسعت، لكن هو العيان خرج. انت لما بياخد سبايك اكسس العيان بيخرج، ما بيخرجش، لكن دخل في شوك ولا لا؟ اكزاكتلي لايك ذا هاي ذا ايه؟ ذا ترو هايبوفوليوم. لانه نوت يبقى البلاد فوليوم ده از نوت فانكشنال. دكتور اسمك؟ دكتور احمد. You did not lose the volume, but this volume is not functional. مظبوط؟ أول خطوة املى تاني، املى زيادة. خلاص؟ تاني خطوة لم السيركيوليشن اللي اتفندقت مني. معلش أنا بقول لك البرنسبل وهقول لك ازاي. ماشي؟ هقول انسبتك شوك. هو ليه الدنيا حصلت كده؟ نتيجه التوكسنز، مش كده؟ يبقى التريتمنت بتاعت السبتك شوك ايه؟ ادي فلويدز، لان انا على بال ما اشيل التوكسنز ديت بالانتي بايوتكس ودرين الابسز واشيل اليوترس اللي عامل مش عارف ايه والقصص دي كلها، تاخد وقت ولا لا؟ هقعد انا استنى ولا لازم املى السيركيوليشن اكتر واكتر عشان الفوليوم اللي فيها يلاكش الكباسيتي الكبيره دي؟ مظبوط؟ على بال ما ارجع سيركيشن زي ما كان، ثم السيركيشن هتتخلص من الزياده على هيئه ايه؟ بولي يوريك فيز بعد كده. فاهمين يا جماعه؟ احمد فهمني ولا مش فاهمني؟ خلاص؟ الانافيلاكسس، وقف الكيميكالز اللي بتطلع، ادي ادرينالين، ادي تريتمنت اوف ذا انافيلاكسس، مظبوط؟ تقوم تلم الفازكول ايه؟ فازكول ستريكتنج عشان تلم الايه؟ السيركيشن اللي باظت منك دي، اثناء ذلك ادي فوليوم علشان في ايه؟ عشان الهارت شغل الهارت. فاهمين يا جماعه؟ يبقى انا طالما انا فاهم الشوك حاصله ازاي، اعرف ايه؟ هاو تو تريت ذا شوك. تمام؟ لو تاخدوا بالكم في الحالات بقى اللي انتم بتشوفوها الهيمورج العادي از بيور هايبوفوليميا، لو قعد يا دكتور جاسم بشوك اربع ساعات، عشان طبعا انت مش راضي تروح للعيان لغايه ما تخلص العياده. مظبوط؟ فانت قاعد رايح له بعد اربع ساعات، ست قاعده في شوك اربع ساعات.
كميه الميديتورز اللي بتطلع من الانيروب. فلما قلت لكم الانيروبيك واللمبه الجاز انا مش بقول عشان بنهرب. اللمبه الجاز لما اشتغلت اربع خمس ساعات في شوك الان كميه الميديتورز اللي طلعت اللي هي الهارمفول برودكتس اوف الانيروبيك ميتابوليزم اللي انا قلت عليها في الاول خالص ناو ذا اماونت از تو ماتش بحيث انها عامله باراليسيس في الباسكولار فلويد. فابتدى العيان ما بقاش مجرد سمبل فوليوم ريبليسمنت ده انت ايضا عندك كاباسيتانس فيلير. فبقت مور ديفيكالت تو تريت. فهمتني؟ يبقى احنا عندنا نوعين من هايبوفوليمي. نوع اسمه ترو او ابسوليوت ونوع اسمه ريلاتيف هايبوفوليميا. فهمنا دي بتحصل في حالات ايه ودي بتحصل في حالات ايه؟ اديتك اكزامبلز لايه واكزامبلز لايه. ماشي؟ يعني ايه كاباسيتانس كاسيس؟ دي مهمه برضه. احنا السيركوليشن بتاعتنا 5 لتر اتفقنا يا دكتور سامي. خلاص تقريبا يعني. دول موجودين فين؟ في الهارت ولا في الاورطا والرينالز ولا في الكابيلاريز ولا في ايه؟ موجودين فين؟ ايه معظم السيركوليشن موجود فين؟ ها؟ اللوجيك انك تقول ايه؟ الاورطا والهارت دول الحاجات الوسط. طب تخيلوا بقى ان اونلي 30% اوف ذا سيركيولاتوري فوليوم موجود في الهارت اند ذا بيج فيسلز. 70% ان ذا سمول فيسلز. على عكس ما احنا متخيلين، صح يا دكتور سامي؟ معنى كده ايه؟ معنى كده ان الكابيلاريز والسمول فيسلز والسمول فينيولز دول از ا تريمندس نتورك اوف فيسلز ولا لا؟ تريمندس. لدرجه ان يقال انك لو فردت السيركيوليشن كفيلري نتورك في البني ادم الواحد فهي عده كيلو مترات. لو حطيتها على خط واحد عده كيلو مترات يعني ايه؟ يعني يا دكتوره if you change the diameter by a fraction a millimeter هيبقى في big change in the capacity of the circulation. تمام؟ يبقى لو الفاسكولار تون ده اتغير بسبب ميديت بسبب دراجز بسبب توكسينز اوف الاورجانيزم ماشي؟ وهيعمل الريلاتيف هايبوفوليميا وبمنتهى البساطه. فاهمين يا جماعه؟ اي هوب ان انتوا فولوينج اللي انا بقوله. ماشي؟ اوكي؟ احنا قبل ما نتكلم على العلاج يا دكتور اشرف نعرف انا لو اديت فلوس هفوق فين الاول؟ صحيح احنا فاهمين احنا بندي انترافيوز. تعالوا نشوف لما تدي انترافيوز ده بيروح فين؟ جسمنا تلتين وزنه ميه تقريبا وجعلنا من الماء كل شيء حي. تلتين جسمنا ميه. تلتين الميه جوه السيلز يبقى اسمها ايه؟ انترا سيلولار. التلت التاني بره السيلز يبقى اسمها ايه يا دكتور؟ اكسا سيلولار. الاكسا سيلولار ديت تشمل الفاسكولار كومبارتمنت اللي اسمها انترا فاسكولار كومبارتمنت وتشمل اللي بره السيلز بس مش جوه السيركيوليشن اسمها الايه؟ الانترستيشن. تمام؟ وحجم الانترا فاسكولار كومبيرد للانترستيشن 1 لـ3 يعني 3 امثال الانترستيشن قد الانترا فاسكولار 3 مرات والاثنين على بعض هم تلت الايه؟ اللي موجود جوه السيلز. معنى كده اللي انا بقوله ايه؟ عشان تتخيل ان انا بقيس وبعالج في ان ذا سمولست فلويد كومبارتمنت ان ذا بودي. صح ولا غلط؟ مظبوط يا دكتور؟ ده احنا بعالج الحته دي وكل ده ولما بقيس في دي بقيس الحته دي بس ما اعرفش ايه اللي بيحصل. صح ولا غلط؟ طب واحده واحده عشان نفهم الكلام ده هيأثر معايا ازاي؟ احنا لو واحد وزنه 70 كيلو جرام قبل
هلاقي عند 42 لتر ميه في جسمه، منهم 28 هنا، 11 هنا، 3 انترا فاسكولار فقط. بس انا لسه كنت بقول يا دكتور باسم ان السيركيوليشن 5 لتر. طب الثلاثه دي مكتوبه غلط ولا صح؟ صح. طب ودي مش هتبقى 5؟ 2 لتر. ها؟ 2 لتر بس الكابتن ده. ما ده يعني كل السيركيوليشن. احنا بنقول جوه السيركيوليشن توزيع مين البيج بيسز والسمول بيسز، ماشي؟ ليه انا كاتب 3 انترا فاسكولار غلطه؟ بنتكلم على فلويد ميديا. بما ان تقريبا حجم السيلز الحجم البلازما 40%، عشان كده دايما نقول الهيماتوكريت حوالي 40%، مش كده؟ 42 ده دول اللي 2 لتر، يبقى السيركيوليشن فعلا 5 لتر مش ها؟ لكن منهم ميه بلازما 3 لتر، وادي الانترستيشن وادي ايه؟ انا بس عشان نبقى مصحصحين، هتلاقي مكتوب 3 لتر وانا لسه بقول 5 لتر يا دكتوره. واقفين؟ يعني مش واقفين؟ امال انت ايه اللي انت كاتبه ده؟ اللي كاتبه ده صح 3 لتر فعلا، ماشي؟ لو انا جيت يا دكتور باسل اديت انترا فينس ووتر عيان عنده هايبوبوليميا عايز املا له المكنه الكانديدا، احط له ميه يا اخي سترينج، ايه المشكله؟ ما احط له ميه ليه؟ هل ده صح ولا غلط هتجيله ميه؟ سترايك ليه ما تجيبوش ميه مقطره؟ اصلح اللي ايه؟ علشان الالكترولايت ما فيهاش الالكترولايت بالانسنج، لا الصوديوم والبوتاسيوم هيأثر هتروح على بص اللي هيحصل ايه؟ الثلاثة كومبارتمنت دول متصلين ببعض يا دكتور بس متصلين ببعض ثلاث كومبارتمنتس ايوه يا دكتور احمد انا هشرحها بس ديت يعني عشان احنا انا عارف ان انتم ممكن عارفين مشوهه شويه الثلاثه كومبارتمنتس دول كلهم ثلاث اوض متصلين ببعض بابواب لو الكتف ديت تمشي على اللي وراها ولا على اللي وراها اللي يحكم هيقعد قد ايه في الكومبارتمنت ديت ليه حجم الاوضه نفسها يبقى انا لو اديت ووتر معظمه هيبقى هيقعد في الانترستيل حتى لو انا مديه هنا انا مديه هنا معظمه هيخرج ويقعد هنا وهنا ويتبقى هنا قليل القليل لانه كلهم متصلين ببعض زي نظريه الاواني المستقره ماشي يا جماعه الانبوبه الكبيره تاخد كتير الانبوبه الصغيره تاخد لانه كلهم متصلين ببعض ماشي طيب عارفين الاسترايل ووتر ده عندنا في الطب اسمه ايه؟ جلوكوز 5% انا يا دكتور انا بدي جلوكوز 5% اول ما يدخل السيركيوليشن يعدي على الليفر اول لا كده يعني الليفر يشمه ياخد حبه الجلوكوز اللي فيه يبقى اللي فاضل فيه ايه؟ سترايل ووتر كله يخرج بره السيركيوليشن خد بالك؟ كله خرج بره السيركيوليشن ولا تبقى وراح فين؟ انترا سيلولر وانترا ستيشن لا تبقى جوه من كل ازازه جلوكوز 5% دخلوا السيركيوليشن انترا فينس لا يتبقى منها داخل السيركيوليشن الا ملو فنجان القلب. الازازه 500 سم يتبقى منها ملو فنجان القلب. يبقى كان يو ريسسيتيت وذ ووتر؟ نو كان يو ريسسيتيت وذ جلوكوز 5%؟ ده انسر اسمه لانه ات از ووتر. امال ريسسيتيت بايه؟ زي ما الدكتور كان بيقول بحاجه فيها ملح. ليه يا دكتور؟ ايه الفرق ما بين الملح وما بين السكر؟ الملح السكر الليفر بيشيله الملح ما يقدرش يدخل جوه السيلز اللي هو الايه؟ البيجست كومبارتمنت اللي في الايه؟ الصوديوم ممنوع يدخل جوه السيلز لان في حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب بتزق الصوديوم بره السيلز وتمنع البوتاسيوم انه يخرج من جوه السيلز اسمه صوديوم بوتاسيوم بامب عشان كده وان اوف ذا ثينجز ان بنقول this is irreversible shock ومن اللي عندنا مش عادي لو الصوديوم دخل جوه السيلز خالص. سيبك من الحته ديت، الاخرانيه انسي ايه اخر جمله، خلينا في ايه؟ في اللي قبلها. انا لما بدي فيها حاجه فيها صوديوم، الصوديوم ما يقدرش يدخل انتر سيلولر. خلقت ربنا في حاجه اسمها صوديوم بس يبقى as long as the tissue the cell wall is living
مش هيسمح بالصوديوم يدخل الدم. خلاص؟ فبالتالي هو قاعد في الحته دي. ما دام قاعد في الحته دي بالاوزموتيك بريشر بتاعه هيحافظ على الميه حواليه. خلاص؟ يبقى انا لما حد يبقى انا لما بدي سلاين او اي سولت كونتيننج فلويد رينجر لاكتيتد رينجر اي حاجه هتقعدي فين؟ في الاكسترا سيلولار فلويد. لكن الاكسترا سيلولار فلويد يا دكتور اشرف ما هياش انترافاسكولار فقط. هي انترافاسكولار و انترستيشن. يبقى انا عشان to replace 1 liter of blood loss I need to give 3 liters of salt containing fluid. Saline أو رينجر أو لافيت رينجر أو رينجر أو أسيت. ليه؟ ما أنا عندي هنا 1 liter of blood loss will be replaced بإيه؟ بـ 3 لتر of a salt containing إيه؟ sodium containing fluid. زي اللي هما إيه؟ السلاين والرينجر لاكتيت رينجر والرينجر ده ماشي؟ ماشي يا جماعه لغايه دلوقتي؟ قولوا لي اه. ما قلتوش غير ايه؟ اولا يا دكتور انا بخاف على الفوليوم اوفر لود على الهارت. طيب بخاف على على حاجه اسمها الدايليشن اللي فوق البلو بس برضه. جميل جميل. طب معلش انا هجاوب على دي الاول ونرجع تاني للكلام. لو ان مش المفروض ان انا اطلع من دي دلوقتي. ليه؟ بقول ان النتيجه ده لود على الهارت يعني اتفقنا يا دكتور اتفقنا يا دكتور انت مش بتعمل اوفر لود على الهارت انت يو لوس افوليوم انت اقل من الطبيعي يعني انت عندك هاي بوم بوليمي خلاص؟ واللي انا بديه بعوض الهايبو مش بدي زياده ليه ما هو زياده؟ لان اللي انا بديه ده بيطلع جزء منه لبره فاللي انا بديه قد اللوست ده مش فوليوم اوفر لود. ثانيا نورمال هارت لو انت اديت له فلويدز خلاص يطلعها من الكيدني والنوت فيها خلاص نمره ثلاثه الريت اوف ترانسفيوجن يبقى مشكله فقط ان ذا ديزيز هارت in the disease heart you need يا اما great clinical experience or monitor CVD. ده مش انت بتتكلم قاعد خايف على الفوليوم اوفر لود والتيشوز عماله تسفر من ايه؟ من الشوك فهمتني؟ والاكسكيوز هو ايه؟ الاكسكيوز هو ايه؟ انا خايف من الفوليوم اوفر لود until you end by an organ damage. This is the commonest mistake in the resuscitation of a top patient. تمام؟ طيب. بعدين قلت ايه؟ دايلوشنال كو ابيوبس. برضه ريتني اعلق على ايه؟ احنا وبنلوز بلاد وتيجي تدي فلوس هتلاقي ان البلاد ده من ضمن الوسط اليمنتس اوف ذا بلاد هي الكو ابيوليشن فاكتورز وهي ايه؟ وهي البليتلتس الكو ابيوليشن فاكتورز فوق ده في البلازما والبليتلتس مع البليدنج مع البلاد اللي وقع مش كده؟ انا ما برجعش دول هل ده عيب الكريستالويدز ولا عيب البلاد اللي وقع؟ عيب البلاد اللي وقع لما تيجي تقول انا اي ريبليس الفوليوم هل انا كده بضر الكواجيليشن ولا انا بساعد جزء بس في حاجه تانية محتاج ان انا اي بي اتنشا ليها صح يا جماعه؟ اه طبعا وهاجي لها في البلاد ترانسفيوجن حاضر المور ديتيل اللي انت بتقوله ده فيري امبورتنت انا هشرحه لك بتفصيل شويه دلوقتي ماشي بس لما تيجي وقتها فانا بس انا عشان ما تبقاش شغله مخك دلوقتي افرض يا دكتور سامي ان انا عايز اريبليس 1 لتر اوف بلاد لوس باي 1 لتر اوف فلويدز. يوجد كولويد. الفرق ما بين الكولويد والكريستالويد ان الكريستالويد بتشتغل بالاوزموتيك بريشر. وانها ديستريبيوتد ان ذا اكسترا سيلولار سبيس ويتش از كومبوزد اوف تو سبيسز. اما الكولويد ما بتشتغلش بالاوزموتيك بريشر. بتشتغل
بالكولويد بريشر، مش من غير بقى ما ندخل في تفاصيل، بتشتغل لانها لارج بارتيكلز وسوليوشن مكون من صوديوم لارج بارتيكلز. يعني ايه؟ يعني دكتور خد تو جروبس اوف الكولويدز اللي هم حاجه، انا يا جماعه مش عايز اديكم حاجات مش هتستعملوها، يعني ولكن انت عندك جيلاتينز وبولي ساكرايدز، خلاص؟ الاثنين بيشتغلوا ازاي؟ بيشتغلوا يا دكتور احمد ان هم مكونين من بارتيكلز، البارتيكلز ديت حجمها كل حجمها اكبر من حجم الاندوثيليال جابس، مش البلاد فيسل ده مكون من الاندوثيليال سيلز مخصوصه جنب زي الطوب الاحمر جنب بعضها، في بينهم من بعض جابس رفيعه جدا. حجم البارتيكلز ديت ما يعديش ايه الخيوط اللي فيها. فبالتالي دي تقعد جوه السيركيليشن باي ذا فيرشو اوف اتس بلاد اوف سايز، مش باي ذا فيرشو اوف اني ثينج ايلس، مش بالاوزموتيك بريشر، وبالتالي محافظه على ميه عاليه هذا الكلام. فهمت؟ ان سام باثولوجيكال ستيت بقى، معلش هقول الجمله دي، اللي يفهمها يفهمها واللي ما يفهمهاش مش مشكله. الجابس دي توسع اسمها increased capillary permeability، فالفلوس ترشح لبره حتى لو سيفير ممكن تكون بس سيبك من دي، انا خلينا يعني ليت اس كيب سمبل عشان اقول اللي انا عايز اقوله. انواع الكلويد، انواع الكلويد جيلاتين وبولي ساكرايدز، كفايه ارجوك دي مش محاضرتنا، خلاص ماشي يا جماعه. والله انا ما عنديش مانع، بس انا عشان وقتكم، عشان انا في حاجات كتير، ماشي يا جماعه. ده الكولويد. معنى كده يا دكتور سامي ايه؟ قد يبدو للسامع ان الكولويد احسن من الكريستالات. البراكتيكال كلينيكال اكسبيرينس والريسيرش كله ما اثبتش ان ده احسن من ده ولا ده احسن من ده، ده له ادفانتج وده له ادفانتج. اكشولي نو ديفرنس ان ذا اوت كام. بس بالنسبه لنا احنا ميزه الكريستالويد، واحد فيري تشيب 3 جنيه. الحاجات الثانيه 70 80 100 150 200 ماشي. نمره 2 الافيلابيلتي، نمره 3 الشيلف لايف، ده موجود مرمي صناديق كراتين مرميه وتخزين زي الزفت وكريستالويد ولا اي حاجه. الحاجات الثانيه على الادفانتجز بتاعتها مور اكسبنسيف، برضه ليها سايد افكتس، وده مش هندخل في التفاصيل، انما نو ديفرنس ان الاوت كام ما بين ده وده على شرط تعرف تستعمله صح. اتفقنا يا دكتور سامي؟ يعني ايه اعرف استعمله صح؟ نعم؟ يعني ايه اعرف استعمله صح؟ يعني في اسنس اوف انافيلاكسس مثلا، في فوليوم ليميت لازم تديه، ده من ناحيه الايه؟ الكولويد. اما الكريستالويد لما تيجي تستعمله مثلا زي ما قال الدكتور حضرتك اسمه ايه؟ دكتور حسام قال لك انا هستخدم الرز وخايف من الفلويد اوفرلود. This is a wrong use. فانت ما اديتش الفوليوم الكافي، فبالتالي عامل الشوك. هو لو كان استخدم الكونسيبت بتاعه ده بكولويد كان اتفق. لو انت استخدمته ككريستالويد ما ينفعش. ده انت محتاج ثلاث امثال، فدي واحده. نمره 2 الريت فاست. فاهم؟ يعني ايه صح وغلط؟ يعني انك فئة دايما لما تستخدم درجه يا دكتور احمد لازم تبقى عارف هاو تو يوز ات، السايد افكتس الفارماسيوتيكال اكشن، فارماكولوجيكال سوري مش فارماسيوتيكال، فارماكولوجيكال اكشن. انت مش عارف الدراج، يبقى لو الدراج حتى كويس مش شرط انه يبقى مفيد للعيان، صح ولا غلط؟ انت ما تعرفش حاجه اسمها دوبيفريكس وعمال بتستخدمها وما انتش عارف هو شغلته ايه؟ يبقى يا اما بالصدفه يطلع صح، يا اما المور كومن انك هتضر بيه العيان. صح يا دكتور ولا لا؟ صح مظبوط؟ ادي ده مقصود. فانا بالنسبه لي بليز يوز ذا كريستالويد. وفي الاخر اقعد اقول لك عشان ده اللي افيلبل وده اسهل وده ايه؟ ليس اكسبنسيف اند نيجليجبل سايد افكتس. بروفايدد انك بتستخدمه. فانا سيبنا الاوزموز مش هتكلم عليه. عايز اقول لك ان في فرق كبير ما بين الانترا سيلولار فلويد اللي هي الكبيره ديت
والاكسسيلر فلويد اللي هي الانتراباسمال والانترستيشن. بص بس على الصوديوم، الصوديوم جوه السيلز 10 ملي مول، لكن في السيرم اللي هو في البلازما اللي هو الانترافاسكولار كام؟ 140. دي خالص في هنا خالق حاجات بتمنع الصوديوم يدخل زي ما قلت لكم وبتاع. اذا دي مش دي، الميه هي ميه تعدي، لكن الصوديوم ما يعديش، البوتاسيوم ما يعديش، الالكترولايتس ليها قصه مختلفه. ماشي؟ مش هندخل في التفاصيل دي عشان مش هتخدم اللي انا هنا هنقف. بص يا احمد، ادي الاي بي فلويدز اللي عندك تمام، ادي الاي بي فلويدز اللي عندك، اللي عندك فين؟ لو نزلنا تحت دلوقتي هتلاقيهم موجودين عندك على الرف. عندك سلايم، رينجر، رينجرز لاكتيت، ديكستروز، صح؟ كل دول الاوزمولاريتي بتاعتهم زي الاوزمولاريتي بتاعت البلازما تقريبا، عشان كده اسمهم، عشان ما تسمع كلمه ايزوتونيك سوليوشن، الاوزمولاريتي بتاعت الجسم من غير ما حد بقى يقول لي بتتحسب ازاي، بتتكلم على 290 تقريبا، كلهم قريبين من 290، يعني دول ايزوتونيك سوليوشن. يو كانوت ريسسيتيت، خدها بقى قاعده على طول، يو كانوت ريسسيتيت ويز هايبوتونيك سوليوشن. يبقى يو كانوت ريسسيتيت ويز هايبوتونيك سوليوشن، يعني ايه؟ لما نتلخبطش يا دكتور، ادي الدكستروز، الدكستروز 5% ايزوتونيك زي البلازما. امال انا بقول ليه ما بينفعش نستخدمه؟ انا لسه ما ينفعش نستخدمه ليه؟ لانه هو في الازازه ايزوتونيك، هو في الازازه، الازازه لما يدخل جوه الجسم الجلوكوز يمتص يبقى هايبوتونيك، يبقى ده ان فيترو، ان فيفو اتس هايبوتونيك. فمش انا هحط لك ده عشان لما تقرا هتقوم الدكتور سامي هيعمل ايه اول ما اروح؟ هجيب ازازه الجلوكوز هيقرا عليها. الله ده الدكتور عايز تحته زي امال ايه يا عم ده ينفع؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، لان ده ان فيترو نوت ان فيفو. خلاص؟ عشان كده بنرجع نقول لازم ايه يا دكتور حسام؟ سولت كونتيننج فلويد، لازم يكون فيه ايه؟ صوديوم. خلاص؟ ناخد يا دكتور حسام، هناخد ادي، يبقى احنا شلنا ده، عندنا ثلاثة اهو قدامك، ورينجرز اسيتيت شبه قوي رينجرز لاكتيت، هقول لك الفرق الصغير بينهم دلوقتي، ينفع ده وده، خلاص ينفع الاثنين، بس انا هقول لك الفرق بينهم، بس ايه؟ يعني هناخد واحد منهم يعني. ايه الفرق ما بين السلاين والرينجر؟ بوتاسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، صوديوم، نيجليجن، ايكوال، ماشي؟ كلورايد، ايكوال، في شوية ايه؟ بوتاسيوم وايه؟ وكالسيوم، ها؟ صوت البوتاسيوم والكالسيوم اللي موجود فيه ده بيرش سائل، خلاص؟ يبقى فول ده، unless the patient is in severe advanced renal disease there is no difference between the saline and the ringer. يبقى please saline in the resuscitation saline equals ringer. فيش حد بقى الفزلكة اللي تعرفها دكتور حسام يعني. ادي للعيان بقى saline. عايز الساعة كام؟ 12:05. 12 و12 دقيقة يبيع على رينجر. ليه يا دكتور حسام؟ هو كده. رينجر هو غير الشوك يا دكتور بتفضل الرينجر غير الشوك السلايم يساوي رينجر. شكرا على المعلومه الايه؟ الغير صحيحه. ماشي بيه؟ غير الشوك يعني. واحنا مستفيد جدا بنقول على حاجات من خلاص؟ انت كده. احنا قلنا only ما انا هكتبهم لك اهو، ما انا هكتب لك الفرق بينهم، مفيش فرق بينهم. only in advanced renal disease واحد عنده الكرياتينين 8 وبيغسل كل بتاعه مش عارف وايه الافيشن داليسيس، هم حتى المينيمال بوتاسيوم اللي موجود كان كوز ا بروبلم فور ذا بيشنت. يبقى مش قولي هايبرتنشن يا راجل، هايبرتنشن بتتكلم على الصدر. امال ايه مش الفرق بينهم؟ حبه ما هي مكتوبه قدامك. ماشي خلاص يا دكتور حسام، خلاص تعالى نمسك يا دكتور حسام رينجرز لاكتيت، ايه الفرق بينه وبين اخوه؟
احنا اتفقنا دول زي بعض يا دكتور سامي خلاص. صوت يا مدير شويه بس. ها؟ صوت المدير شويه. في لاكتيف. في لاكتيف. طب جميل. الصوديوم ده 130 وده 150. النورمال صوديوم كام؟ 145. يعني ده اللو نورمال وده الهاي نورمال. تقريبا قريبين من بعض. مش كده؟ يعني قصدي الاثنين نورمال. وقلنا البوتاسيوم والكالسيوم ايه؟ سيبك منهم، هو موجودين هنا زي ما موجودين هنا. انتوا عارفين الترو ديفرنس هو ايه؟ الكلورايد. بص الكلورايد ده كام؟ الكلورايد ده كام؟ كام يا دكتور حسام؟ الكلورايد هنا والكلورايد هنا؟ 9 و 4. كويس، هو طبعا ده كان اختبار عيون مش اختبار طب. انت عارفها من هنا كويس. طب المفروض الفسيولوجيكال يعني جسمك انت السيرم الكلورايد بتاعك كام؟ حد يعرف يا جماعه؟ النورمال سيرم كلورايد من 100 ل 106 تقريبا. مين فيهم الفسيولوجيكال؟ من ده اللي ومين فيهم 50% اكتر من الفسيولوجيكال؟ معنى كده ايه؟ ان انا لو عندي ماسف كريستالويد ريسسيتيشن يا دكتور باسم خد بالك والنبي محتاج اشرح خد بالك الله يخليك لو بتدي ماسف ريسسيتيشن في سلاين او ريلا كل لتر بتديه في 50% كلورايد اعلى من الفسيولوجي بتاع الجسم يبقى انا لو جاي عندي عين فاقد 4 لتر و3 لتر واديت لكل بدل كل لتر 3 لتر عشان اعوض البتاع يبقى انا استخدمت كراتين عملت ايه في العيان؟ اي فلادد يعني عملت فيضان اي فلادد ذا سيرم والكلورايد صح؟ يوم العيان يدخل في ايه؟ هايبر كلوريميك هايبر كلوريميك اسيدوس فعيان اساسا عنده لاكتيك اسيدوزس فروم ذا شوكر من الانيروبيك ميتابوليزم يبقى ده كان بي هارفول ولا مش كان بي هارفول؟ ده كان بي هارفول يبقى انا لو عايز اعمل ماسيف فلويد ريسسيتيشن ويز كريستالويد ما بين دول انقي لان هو ده كله فسيولوجي فاهمين يا جماعه؟ خلاص؟ طب نرجع يا دكتور حسام بقى طبعا هيجي يقول لك ايه ودكتور احمد؟ اقول لك الله طب ما عنديش لقيت ده احسن من بلاش يا دكتور احمد؟ ادي ده ما تديش لكن لو عندك ده يبقى ده افضل في الماسيف ادي ده على ادي ده على بال ما تجيب ده كل ما عشان مش نوت مش نوت بلاد ذا سيركيوليشن ويز اكسترا ماشي طب ما الدكتور هتيجي تقول لي طب ما انت بتدي لاكتيت يا احمد مش كده؟ دكتور شيرين دكتور حسام اشمعنى الحته الصح اللي يعني المفروض تقولها ما تقولهاش؟ ما انا بدي لاكتيت فعان عنده لاكتيك اسيدوز لاكتيت از نوت لاكتيك اسيد ده نيوترال ده صوت اكشولي مور اوفر بيتحول في الجسم الى بايكربون اكنك بتحارب الايه؟ اللاكتيك اسيدوز يبقى ايه الموست سيتابل سوليوشن اللي هيتاخد ان هايبوفوليميك بيشنت اللاكتيك سواء كان ماسك او كان يس يس بس هنا مور انديكيتد في الماسك بقى لان المساله ما بقاليش اذا ستيم واحد يخلص لا ده انا عايز ادي مثلا 15 ازاز فاهمين يا جماعه؟ فالامانت الكلورايد هتبقى ايه؟ كتير قوي يعني ريكومندد ديبلينجا فده ايه؟ اللاكتيت دي بتتحول الى بايكارب يا دكتور احمد في الجسم فمع مش بس بتصلح الفوليوم بتصلح الفوليوم والميتابوليك اسيدوزس اللي بيحصل من الانيروبيك ميتابوليك جميل؟ اذا ده بتاع طيب دكتور حسين يقول لي يا اخي طب ما كنتوا حطوها بايكارب بدل ما تحطوها لاسيت وتلخبطوا الناس. مش المفروض كده؟ المفروض كده. لكن علشان اللاكتيت هاز ا لونجر شيلف لايف يعني تحطه على بتاع يقعد سنه لو حطوا بايكارب من الازازه مش هتعيش. فاهم؟ عشان كده حاطينه لاكتيت علشان يقعد على في الاستورج فتره طويله. فاهمين يا جماعه؟ يبقى ده اللي اسمه رينجرز ايه؟ لاكتيت. طب نيجي للرينجرز لاكتيت، اللاكتيت بتتحول في الليفر الى البايكارب. طيب الرينجرز اسيتيت زي اللاكتيت بالظبط وكمان مش محتاج هايلي
فانكشنينج ليفر عشان يتحرك عشان يتحول، لانه بيتحول في المصرص حتى للاسيتيل. لكن ان ذا كلينيكال براكتس بيكيز ماشي يا جماعه. انت دلوقتي عارف يعني ايه رينجر، يعني ايه لفيت رينجر. مش مساله ان الدكتور اشرف بيقول لهم الساعه 12 رينجر، الساعه 12 و2 سلايد، وعايز لفيت رينجر واحده ل 5. لا يا دكتور اشرف خلاص احنا عرفنا الفرق ما بين الحاجات اللي احنا بنقولها. بليزني انا وانا ممتحن في الاف ار سي اس اداني ازازه سلايد وقال لي ايه، ما قاليش ايه التيومرز اوف ذا نوز ولا مش عارف ايه ولا ايه بتاع ايه والزرافه فيها ايه زي ما بيقول. ده اول ما سالت في المحل راح عمك ان ده از افري دي براكتس. يبقى انا دكتور حسام مش بتاع ناس يعني ماليش دعوه باللي انا بديه ايه. لا طيب امال الجلوكوز بقى ده رجع الشركه يعني يا دكتور حسام؟ لا ده المين فلويد فور ذا مينتنس هي الجلوكوز. يبقى احنا عندنا نوعين، احنا من المحاليل يا دكتوره لسببين، ديفيسيت يعني فقد العيان، وده اسمه ريسسيتيشن. ده بنتكلم فيه على الايه؟ على السولت كونتيننج فلويد. اما المينتنس اللي هو العيان ده هو عباره عن كله جلوكوز. لان انا مثلا هنيجي يا دكتور مثلا وعيان عامل سيزيريان، خلينا في الامثله بتاعتك، واحده عامله سيزيريان ولا واحده عامله سيزيريان هتخليها ان بتقول يومين مثلا ولا حاجه ماشي، وعامله مثلا ريسكشن بس مش معاها عشان انت طبعا حرمت ماشي، بس هتقعد يومين ثلاثه ان كل حاجه بنديها فلوس ازاي؟ هي محتاجه الجسم محتاج صوديوم حوالي 1 مليمول بير كي جي بير دي. يعني لو قلنا هي وزنها 70 كيلو محتاجه 70 الى 100 ملي مول صوديوم في اليوم، لكن محتاجه فلويدز حوالي 3 لتر فلويد في اليوم. طب لو انا اديتهم يا دكتور سامي على هيئه سلايم كويس، كل لتر سلايم فيه قد ايه صوديوم؟ 150 تقريبا، يعني 154 مش كده؟ يعني انا كده بديها 3 لتر اديتهم قد ايه يا دكتور؟ الدفوع المنصف كده اديتها قد ايه؟ 450 ملي مول في اليوم، وهي احتياجاتها كام؟ 70 مل، يعني نص ازازه صلاين في اليوم، نص لتر يعني ازازه واحده صلاين في اليوم، وانا اديت لها كام؟ 450. يعني انت لو انت اديت العيان الريكوايرمنت بتاعته المينتنس على هيئه صلاين، يبقى احنا بنعمله ايه؟ رينجر مش كده؟ هو مش محتاج الصوديوم ده كله مظبوط؟ نفترض ان انا قاعد اربع خمس ايام فاهم؟ بعد ابتدى الاكيوليت الايه وكده عن ورم ليه؟ علشان احنا هو محتاج ازازه واحده صلاين في اليوم والباقي كله اديها بيه ايه؟ يبقى الجلوكوز هو المين اي في فلويد فور مينتنس، انما فور ريسسيتيشن اند بلود لوس والله ايه؟ والله كم مثلا الجلوكوز؟ نعم؟ انت بص هو زي ما بقول لك كده، انت عندك 3 لتر هتديها لها في اليوم از لونج از ستيل ان بي او. طبعا انت مش انت المفروض تشربها ده اليوم يعني مش كده ولا لا؟ لو انت مش خارج حاجه يعني اه اول عندك في عيانين بيعدوا من غير ما تطلب من السيستم بعد السيزيريان شرب العيان تاني يوم مش كده. المهم العيان هو ان بي او من الريجيمن اللي احنا واخدين عليه هو ده الصح. انك بتدي له ايه؟ تقول له ازازه الجلوكوز كل 6 ساعات وازازه الصلاين مره واحده في اليوم. ادي ده اللي حاطط راي يبقى لازم تسوي الفلوز اللي نص دي الصوديوم والبوتاسيوم. لو حاطط عين لو عندك فيستولا يبقى هتزود الاوتبوت بتاع الفيستولا عن صغر. لو عندك كومبليكيتد سيرجري يبقى عامل فوميت يبقى محتاج صوديوم ريبليسمنت زياده وبوتاسيوم. انا كنت عايز اسال في الهايبر ايميسيس. طيب الفوليوم اللي احنا محتاجينه رينجر احسن ولا السلايد؟ الموضوع الهايبر ايميسيس الرينجر مارجن بيتر عشان فيه شويه صوديوم، انما لو دكتور انت المفروض بعد السلايد اللي فاتت تكون بتجاوب السؤال ده لوحدك. لو انا حطيت سلايد وحطيت عليه بوتاسيوم في اي مشكله؟ اولا حتى الرينجر هحط عليه بوتاسيوم لان اللي هيموت فيري سمول. انت هايبر ايميسيس العانه ديت محتاجه مينيمم 60 ملي مول الى 80 ملي مول بوتاسيوم في اليوم كويس؟ وكام لتر فلويدز المينتنس بتاعها اللي ما بتشربش بلس
الفول اللي هنقول انه انا ده لتر او لتر ونص مش كده يا دكتور باسم؟ يبقى انت بتتكلم كده على ايه؟ 4 لتر ونص في اليوم. ادولها ايه؟ افرض ان انا اديتها رينجر 4 لتر رينجر فيهم كم ملي مول باسم؟ 4 في 4 24 ملي مول. العينه دي محتاجه صوديوم باسم اكتر من كده بكتير ولا لا؟ طبعا. يبقى هتحط بوتاسيوم. ولو انا استخدمت السلايم وحطيت عليه رايت اماونت بوتاسيوم من الاول ينفع؟ طبعا. يا جماعه انا بديك البيزز اللي بناء عليه تقدر تجاوب جميع هذه الاسئله. الطريقه الثانيه اللي اقول لك الهايبر ايمسيس ادي كذا ومش عارف ايه تدي كذا وما انتش فاهم بتعمل ايه. فلما يجي لك اي تحوير عن اللي انا عن الكونديشن اللي احنا اتكلمنا عليه يبقى تريد من غلط لانك ما انتش عارف بيتعمل ازاي. خلاص؟ علشان كده في الاندر جراوند بنقول له احفظ اللي انا بقوله. هل يا دكتور احمد؟ انما في البوست ده بنقول له افهم اللي انا بقوله. ادي الفرق بين الاثنين. اف يو نو اللي انا بقوله ده كل الاسئله اللي بتتسال دي انت تقدر تجاوبها. صح يا جماعه؟ لانك عارف انت ازاي بتطبخ مش ازاي بتاكل. مع الاعتذار للسيدات طبعا. بخ طبعا انتوا احسن ناس يعني. طيب يبقى منين يا جماعه؟ خدوا بالكم من السلايد دي عشان فيها حاجه مهمه جدا. اللي انا بقوله ادي ايه؟ عيان ببليل. عيان ببليل. هنعمل ايه يا دكتور بس؟ هو الكلام اللي احنا كنا بنقوله هو هو. It's just we know better. احنا بنعمل كده ليه؟ واقدر امانيبيليت المانجمنت على حسب العيان بيحصل فيه من فاهم اللي بيحصل في العيان. هحط له لارج بور كانيون. او كانيونيك بالجمع. مش كده؟ وهاخد سبيسيمنت اعمل بيها تايب اند كروس ماتش بلاد. ماشي؟ وبعدين همشي فاست تريب اوف صوديوم كونتيننج كريستالوجي اللي هو رينجرز لاكتيت لو بوسبل او سلاين او رينجر عادي لو مش بوسبل. ماشي؟ واحط العيان ان ذا بوزيشن اوف شوك. يبقى لازم اقول يعني ايه بوزيشن اوف شوك. ماشي؟ اللي انا هقوله دلوقتي يعني. خلاص؟ وإيه